ينضم إلي عبر الخط الهاتفي البروفيسور عليان الجريناوي الباحث والأكاديمي والمرشح أيضا لمنصب وزير من قبل بيرتس. إذا مساء الخير لك دكتور عليان، هل إعلان بيرتس منسق معك؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المستمعين والمشاهدين. نعم، لقد التقيت مع السيد عمير بيرتس عدة مرات في الأسبوع الماضي، في هذا الأسبوع، وتم الاتفاق على أنه أنضم إلى حزب العمل، والشرط عمليا زي ما ذكر السيد عمير بيرتس أنه انضمام حزب العمل جيشر وميرتس إلى الحكومة سيكون منوط بتعيين وزير عربي، ووزير عربي بكل معنى الكلمة، يعني ليس فقط يخدم المجتمع العربي إنما يخدم جميع الفئات والمركبات المجتمع الإسرائيلي. زي ما بتعرفي أنا عمليا بعد عمل طويل في المجال الأكاديمي، كنت رئيس كلية وأشغلت أيضا رئيس قسم العمل الاجتماعي في جامعة بن غوريون، وكنت عميد في كندا. قررت أنه عمليا أنضم إلى هذا المسار من أجل تغيير. بالحديث عن هذا المسار بروفيسور عليان، هل توافق بأن تكون جزء من حكومة نتنياهو إذا ذهب عمير إلى هناك؟ أنا لا أعتقد أن عمير سيذهب إلى حكومة مع بيبي نتنياهو. الحديث هو يدور حول الانضمام إلى حكومة برئاسة بيني غانتس، وهذا الإطار، يعني لو أنه عمير بيرتس كان على استعداد الانضمام إلى حكومة نتنياهو لانضم عمليا في الانتخابات السابقة أو في الانتخابات الثانية، وعرض عليه الكثير من المناصب ورفض ذلك، لأنه عمليا هنالك بعد سياسي كبير جدا بين حزب العمل وجيشر وميرتس وبين الليكود. فأنا أعتقد أنه عمليا الاتجاه هو أن تكون حكومة وسط يسار، وهذا الاتجاه اللي مطلوب. نعم، لكن ما هو الربح السياسي لبيرتس يعني من هذا الإعلان الاشتراك بوجود وزير عربي في الحكومة؟ أنا في الواقع أنا لم أتحدث مع أمير بيرتس، وهو لا يتحدث معي على أصوات. نحن نتحدث عنه أنه تغيير الحديث في الشارع الإسرائيلي، لأنه في الأشهر الأخيرة وخاصة في الفترة الأخيرة لاحظنا أنه عمليا في عنصرية كثيرة جدا، في بعد عن العرب، يعني نحن نتحدث عن ما يقارب 20% من المجتمع الإسرائيلي هم عرب فلسطينيين في الداخل وعمليا مهمشين. وبالتالي شعرنا طبعا شعر السيد عمير بيرت أنه يجب أن نحارب هذه الظاهرة، وأن نقول عمليا بدل الحديث عن العرب أنهم مهمشين يجب أن يكونوا جزء من بناء هذا المسار. شكرا لك بروفيسور عليان الجريناوي.